الحمد لله احنا بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، كان سيادته امر بان قبل 2030 لازم نمحو اميه المصريين الاميين يعني، ونتجه الى الاميه الرقميه ثم الذكاء الاصطناعي. فالحمد لله انا توليت مسؤوليه في محافظه الوادي الجديد يعتبر 44% من مساحه جمهوريه مصر العربيه، وقدرت ان انا انجح باهل الوادي الجديد بتعاون كل المسؤولين في الوادي الجديد حتى اولياء الامور حتى الاهالي، بقدم لهم الشكر. والجائزه اللي خدتها النهارده دي ده جهد اهل الوادي الجديد، لكن انا جزء منهم والحمد لله رب العالمين. ربنا وفقنا وحصلنا على جائزة التميز الحكومي في مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة. الجائزة هذه أضافت لي إضافة يعني مش يعني حافز كبير، وأشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة الطيبة، جزاه الله خير الجزاء. عن كل إنسان حضر في هذا المؤتمر واستفاد من هذا المؤتمر ما في شك. احنا شرف لنا اولا ناخذ هذه الجائزة اللي بتعبر عن اهتمام ورعاية امارة دبي لجهود التعليم وجهود رفع مستوى الجيل الفلسطيني والعربي، وخصوصا في محاربة الأمية اللي هي عنوان احد اول عنوان الجهل والتخلف. فان شاء الله هاي بتكون بادرة خير وبادرة لدعم مشاريع عملنا التربوي.